هذا وقد توالت الاشادات بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث رفع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى مقام جلالة الملك المفدى أسمايات الشكر والتقدير بمناسبة توجيه جلالته ببناء مستشفى متخصص في الأمراض المعدية، منوها باهتمام جلالته على الدوام بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع كأولوية قصوى، ومؤكدا على أن التوجيه الملكي يثبت مجددا أن البحرين ماضية في الخدمات الطبية ذات الجودة العالية كأحد أهم حقوق الإنسان. بدوره وصف سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية كلمة جلالة الملك المفدى بأنها كلمة جامعة وشاملة عبرت عن إيمان جلالته بالدور الفاعل المهم الذي تقوم به السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته. من جانبه قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إن الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى يعد خارطة طريق عبر تأطير مضامينه لتكون منهاج عمل سيتم الحرص على تحقيقه من أجل خير ونماء الوطن والمواطن وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة. وقالت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة إن الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى عكس نهج جلالته وحرصه على سلامة شعبه الوفي وتجديده لقيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه الجميع، خصوصا بعد توجيه جلالته ببناء مستشفى متخصص للأمراض المعدية وفق جودة عالية كونها من أهم حقوق الإنسان. من جهته أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة أن الوزارة ستعمل على استثمار كافة كوادرها وطاقم عملها من أجل رفض صندوق الأمل بالعديد من المواهب الشابة والتي سيتم رصدها بالتعاون مع مراكز تمكين الشباب والمراكز النموذجية والمتخصصة في جميع أنحاء مملكة البحرين، والذي سيكون له انعكاسات إيجابية على احتضان المهارات الشبابية. هذا وقد اعتبر معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية تحت مسمى صندوق الأمل يترجم على أرض الواقع الرعاية الكريمة التي يوليها جلالته للقطاع الشبابي ويجسد عملها عمليا تقدير جلالته للشباب البحريني وبدورهم الحيوي والبناء في منظومة العمل الوطني والتنمية المستدامة لمملكة البحرين. بدوره أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن التوجيهات الملكية السامية ساهمت في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص العمل وزيادة النشاط الاستثماري وتحقيق التطلعات المستقبلية واستمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة البحرين الرائدة في المنطقة تحقيقا لمبادئ الرؤية الاستراتيجية 2030.